الصواريخ الروسية التي سقطت في الحدود بين أوكرانيا وبولندا إحدى دول حلف الناتو كانت بمثابة الرسالة التي قرأها الحلف جيداً، فصعد اللهجة تجاه موسكو وعجل باجتماع لوزراء دفاعه هذا الأربعاء للبحث عن استراتيجية جديدة قبل أن تتخطى الصواريخ الروسية الحدود الأوكرانية وتستقر في دول الناتو. دعم الجهود من أجل حل سياسي للأزمة القائمة بين أوكرانيا وروسيا ومطالبة روسيا بالمشاركة بحسن نية في المفاوضات مع أوكرانيا، ذاك ما دعا إليه الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ الأربعاء في ندوة صحفية، لكن النوايا الحسنة لا تظهر في الخطط التي لم يفصح عنها أعضاء الحلف في اجتماع وزراء دفاعه الأربعاء، خاصة ما تعلق منها بالبند الخامس أي تعهد الدفاع الجماعي. فروسيا مطالبة بإبداء النيات الحسنة في حرب سبقتها نوايا أخرى كانت فتيلاً لإشعال حرب لا يعرف أحد إلى أي مدى يمكن أن تصل فيها شظايا الصواريخ بعدما بات دويها يسمع في دول الحلف. وفي ظل الحديث عن النوايا الحسنة تشحذ دول الناتو هممها وتنشر المزيد من القوات والسفن الحربية والمقاتلات في الجناح الشرقي لأوروبا وتضعها على أهبة استعداد. وفي انتظار مخرجات القمة الاستثنائية القادمة في 24 مارس الجاري في بروكسل عاصمة دول الحلف الأطلسي التي سيحضرها قادة دوله، تبقى لغة القصف رسائل قرأها الناتو جيداً فقرر على ضوئها عقد قمة استثنائية، قمة ستفرض التطورات الميدانية عليها فرض الحلول السلمية على الجميع عن طريق النيات الحسنة التي تحدث عنها أمين عام الحلف أو عن طريق استراتيجية جديدة وتفعيل البند الخامس المتعلق بالدفاع المشترك.